السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة بولي. أول شيء قبل لا أنسى، اعذروني في بعض المناطق في اللعبة تسمعون زي الحنة هذه اللي قبل شوي، فما أقدر أسوي شيء جاية مع اللعبة. المهم شكرا على دعمكم. الحلقة الأخيرة ما ودي أتكلم عليها، بس الحمد لله أنها عدت على خير. الموعد اللي يا ليل أم الليل، خلنا نخلص المشن هذا عشان نفتك منها. وش تبغى؟ هو ثلاثة مدري إيش بكثري لوكرز، يعني نزرف ثلاث. اقول وخر بس انا وخر هناك، خلنا نفتك منها. كل ما صبحنا لقيناها بوجنا. ايوه الظاهر نسمع الاصوات. اوكي باقي واحد. كيف انتبهوا؟ ليكن حاطين كاميرات هنا ويشوفونا. ما اتذكر اي كاميرات في الممر يا ولد. افتح. ايوه $10 افتكينا منها وحصلنا $10. حلو، خلنا الحين نلحق على كلاس. ما ادري ايش من كلاس عندنا، تقريبا 11:30. معي 20 دقيقة اوصل للصف. طابق الارضي على اليسار. وش هو ذا؟ كيمستري. اوكي كذا يعني خلصنا يا شباب. بس هذا كلاس صراحة بسيط للامانة، مقارنة بالكلاسات الثانية فيها متعة اكثر. بس الكيمستري مجرد ازرار، هي الصعوبة عندي بس لأن المتعود على شو اسمه السوني، وهذا بالإكس بوكس كذا يطلع لي. أوكي حصلنا هذا أحلى شيء من كلاس الكيمستري، إنك تحصل بلاوي يوم تنجح في الصف. الحين أعطانا البودرة هذه حقت الحكحكة، أعطيها هذه. قلبي ما يطاوع يعني، بعدين الكومنتات بيشبون علي. طيب يا شباب خلنا نشوف المشنات اللي عندنا. للأسف ما في شيء قريب في المدرسة، ما في إلا واحد هنا اللي هو عرفته اللي لازم نبدل عشان ندخل، جيناه في الحلقة الماضية. يا أخي شايب خوينا ما حصلنا له مسجل ولا أي شيء. لا والله ما حصلنا، يعني لمان لازمني أشوف أدور راديو بحيث أني أقدر شو اسمه أقدر أتعلم أساليب قتالية. وش الصف اللي عندنا اليوم؟ انجلش. يولي للانجلش يا شباب، طلع البراشيم يا طيب. انجلش كلاس. بحاول. شوفوا يا شباب، حصة الجغرافيا في الحلقة الماضية رويتكم الفشل. اوكي هذا الحروف والله بحاول من غير قش، وبعدين اذا شفت اني محشور فيث ما تجي فيث. في عندك فش سمكة FISH عشان يعني الفائدة، عرفتوا؟ ولا كان يمديني اعيد التخزين واحط الجغرافيا اجيب فيها 100%، يعني اصير غش وقصقص كذا بالاديت. المهم هنا عندنا ذس، لا ذس ذس هذا. اوكي ست يجلس، وهت يعني يضرب. هت ست فت. اوكي باقي جت هذه معرفة اخترعتها. I'm afraid that's not English. اي والله not English. شت والله شت لازم يمشونها. I'm afraid I can't allow that. يقول غير مسموح بها هذا الكلمة ويضحك. شت خلصت مفرداتي يا شباب. دقيقة يا اخي عشان لا نجي للكلاس مرة ثانية، فهمتوا علي؟ ودي امشي اروح الكلاس اللي بعده كذا نختم الكلاسات. طيب خلنا نشوف الفش جبناها. الفق يا اخي جربت، انا ما جربت الفق. وش الفق؟ ما اعرف الفق. آه هذا اللي كانت ناقصه. بحاول احط لكم المعاني العربيه عشان تطلعون فايده يعني من السلسله. اوه جفت، وشلون تروح علي الجفت؟ الهدايا. طيب بنحط جفت نجمعهم يصير جمع هديه. اوكي تمشي والله. فايت ضربه، ونقدر نستخدم الاس بعد. اوكي كذا 50% بس 70% نجاح الظاهر. اوكي شفت، حط على الشفت. شفت. اوكي كذا نجحنا. عندنا كلمات ثانيه. سايت اللي هو تقريبا شيء متعلق بالنظر. SIGHT. في كلمات ثانيه بس للي وده يعرف. فيج فيت ست هيز. اوه هيز والله سهله هذه. هيز اتس هذه اتس معروفه. اتس يور بوك. اتس كذا خلصنا تقريبا. اللهم في كلمات تقدر تكررها، نفس كلمه هيت اللي جبتها في البدايه تقدر تحطها هيتس، تجمعها بدل ضربه تصير ضربات وكذا. يو هاف ايرن ذا ابيليتي تو جيت بيتر شوف تانت. وش استفدنا من كذا؟ اذا جاء واحد يهددك تصير تخوفه بالكلام، عرفت؟ صح.
اوكي مستانس بوري انه يقدر يطير الناس بالكلام. تعرفون دائما يوم كنا نكلمهم او نسبهم يجون يجلدون جيمس، فالحين يصير يعطيهم كلام كذا على حار على العظم، عرفت؟ يخافون. الحين نتوجه اسريع يا شباب. يا اخي اشتقت شو اسمه ولا تدري هذا كنا سيكل يا رب. معليش معليش يا صاحبي، ندارك الوقت عشان لا يصير اللي صار في الحلقة الماضية والنام قدام المدرسة. الحين هذا المشن انا اعرف انه راح يطلب هذا النجمة اللي قدامي راح. ايوه وش الزبنة هذا اللي هنا؟ في شيء؟ يمكن حصل راديو ولا شيء؟ لا والله ما في شيء. المهم المشن هذا يا اخوان يطلب شو اسمه، يطلب انه لازم نلبس اللبس تبعهم، ما ادري الظاهر عشان ندخل بطولة والله اني ناسي. اوكي هذا المحل كله الحين عشان البدلة هذه بس. شوف نفس البدلة هذه اللي لابسها الازرق. اوكي حتى البنات عندهم الازرق، بس الظاهر ان ما نشوف البنات لابسين الازرق، والله ما اذكر صراحة وش عندهم اصلا. 17 ونص ما يستاهل يا رجل، بس والله ضابط كاشخ قديمي والله، يكشخ باي شيء مسكين. بس الكاب الاخضر هذا لازم نبدله، المشكلة ما يبيعون اي شيء غير هذا. طبعا الكاب هذا اهم شيء انه ما يزعلهم. شوف الحين ما يصير ابدا اكمل كلامي. ما شفتني يوم شاركت في البطولة الحلقة الماضية بوكسينج؟ ما شفتني فزت بالبطولة يا وسخ؟ ما حطوا اسمي؟ هذا كله بس عشان صرفوني، يقولون ايش؟ اهلك مش مسجلين في البطولة فما نقدر نعطيك الجائزة. ولنا خرب بيتهم وربي تصريفه وسخة، انغبنت عليها. هلا بي، مقصود الحركة يا شباب مقصود. ضاقت علي الاماكن اوقف سيكل تحت. اوكي الحين اتوقع الهيبة خلاص، مجرد ما ادخل كلهم يخافون. يا رب يا رب جيمي ما يدخل الحلبة. اوكي ذا اكس لو تلاحظون كان اول هذا كان واقف عند الباب. بس عشان اللبس. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen. Me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. لعبات الانتقام. اوه في بيته نلتقي. كلامه كثير يا شباب. ملخص السالفة، ملخص السالفة انه يباني اساعده بالانتقام من احد. شوف قلش لاعبي والله قلش. ايوه يباني اساعده بالانتقام من احد الاشخاص. طلبني اني اشتري بيض عشان نروح نكسره في بيت شو اسمه، في بيت واحد يبون ينتقمون منه. طيب ليه انا اشتري البيض؟ انا بس اشتري الشوكولات. هذا البيض. يا ويلكم يا ويلكم. بس بما انه وصلنا هنا يا شباب ما تدرون يمكن حصل حد في الخط، نشتري لنا واحد شوكولات واحد بيبسي ووردة كذا. ما تدرون الواحد ما يدري وش يطلع. الله وكيلك انا من اشترت الوردة نسيت السيكل. طيب على بيته وديني، قال لي تعال بنلتقي في بيتنا وبعدين بنروح مع بعض. فبنروح نشوف وين بيته. ظاهر ان بيته بعيد. والله مرة بعيد. هناك على اليسار اخر شيء. الغريب انه يمديني ادخل البيوت هذه. طيب لا دخلت ايش يصير؟ ايوه الكلب. اوف والله ما لوم سكران يوم يجلدك. خليك محترم خليك محترم. اول مره الكلب يعض. يا رب هذا ايش سالفته هذا؟ اوكي يباني يكسر 25 منهم عند كل بيت الظاهر. هذا مشن جانبي خلنا نسحب عليه الظاهر، بس هذا اللي نقدر نسويه في البيت. في باص مدرسة هنا، لو فيه ميزة شو اسمه ذا اني اختار المكان اللي اوصل له يكون شيء رهيب. هذا بيت اخوينا اللي بانا ننتقم، قال يجيب البير. ولا هذا البيت الا هذا لهم موجودين ورا. بل ان هذا البيت اللي راح ارمي فيه. والله مش مرتاح للجروب هذا بس يلا. Got the eggs, Hopkins? You bet. Then give them to me. Take them. اجيب البيض انا. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite. والله العظيم استغفر الله العظيم. A hermaphrodite what? وربي برموت كيف هذا بدي اصدق. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't. وش جاب امها هذا؟ Well, just only on one foot. Tad, you're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've. معليش سويت سكيب، فهمت السالفة أنا. فهمت السالفة الله يلعن. وين هذا؟ وين اللي قبل شوي جاي يتكلم؟ المشكلة الله يخرب بيتكم. لا 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 مش بالبيض، مش بالبيض اللي انا جبته، مش بالبيض يا وسخين. شيت لف
وقفوها علي لفة وربي لفة وسخة. روح اشتري البيض يقول لي نبغى ننتقم من واحد، طلع الواحد انا يا شينها. البيض اللي انا جايبه يفلعوني فيه اللي انا شاريه، لا ولابس التيشيرت حقهم عشان اخلص المشن. الله يخرب بيتكم والله لو منكم 20 واحد اني اجلدكم. وين الهيلث بار؟ بس لا اطيح كذا وانغبن. Get out of Tad yard. والله ما طلعت، والله ما طلعت. كم الهيلث؟ وين هذا اللي كان يتكلم صح؟ اي هذا هو، هذا 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 هذا. اوه حلو، اعطاني شو اسمه البارد، نبرد على قلبنا بعد. اوه هذا موجود بعد، هذا معضل. في واحد يرمي بيض، والله انا في واحد يفلع علي. اوه من فوق على الذين، عشان كذا يقول لي اطلع. والله ما طلعت الا انا مفقع روسكم. طيح يا وسط طيح، ارمي البيض، ارمي البيض، ارمي. الله يخرب بيتكم، هذا كله يا شباب بسبب الحرش هذا جاي يكذب. يو باست اج افيلبل ات يور روم. اوكي الحين يمدينا نجيب هذا. يا شباب والله منهم كثره. واصل المدرسه، جون ويك خلص المشن وانتقم. بس ايش يريد هذاك من الذين الا ولا بسيطر على المدرسه الحالي وانت بتخرب علي وما الكلام الفاضي هذا كله. انا وش رجعني لسه باقي في وقت، بس يلا ما عليه نسيف وننام عشان لا ننام برا. كذا بصير اصور لكم حلقتين في واحد، عرفت؟ او يومين عفوا في واحد. والله الكابل الازرق عاجبني، وينه يخسي؟ بدل اللبس الوسخ هذا، خله كذا علاقي. احلى طقم يا حبيبي. الحين بيجلسون لاحقون فيني هنا في المدرسة. سمول اوفنس، وش هذا سمول اوفنس؟ فيه ميشن موجود في هذا المكان، راح نشوفه. وش الملاحظات هذه الموجودة؟ امبورتن نوتس اولويز هنا، اوكي. اي ملاحظات مهمة راح تكون هنا. مكتب المدير موجود في الطابق الاول، والكلاسات من الساعة 9 الى 11:30 ومن الساعة 1 الى 3:30. ما في شيء جديد. To all student careful at 11. اوكي اذا صدناك راح نرسلك الى الغرفة. مهمات، اوكي. والله الطريقة حلوة صراحة بالتعليم، يعني فكرة حلوة. وانتبهوا في اولد مان بيهايند ذا سكول، على شايب خوينا مستر هاتريك كاتب ورقة يقول اي واحد يشوف مدرس انجليزي تصرفه مشكوك فيه يا ريت يبلغني، لانه صادح على الغرش لو تذكرون، ويدور الحين الظاهر شو اسمه شاهدين عليه. ما ادري كانت الحلقة الثانية يمكن او الثالثة. اوكي وهنا رسائل العشق وغرام. جورج شفته عند الكافتيريا، مشتاقت اشوفه. يا اخي استغفر. بس صراحة يعني فكرة اللعبة كذا بما انها مدرسة ومعلقين السواليف هذه هنا شيء جميل. وش الكلاس اللي عندنا؟ بدي اخلصه واروح اشتغل. خلاص كبرنا على الصفوف. يا اخي هذا النشبة دائما اشوفها عند. اوكي ما يصير الحق، يقول لك about to start بس ينبهك. كلاس ايش؟ الارت. اوه هي الارت. الحين بنشوف الحب. لازم تعطينا الحركة هذه بداية كل كلاس. الظاهر انه صعب الحين. ارت 3 هذا؟ اخوي تكفى نجحني. اوف الحمد لله. هذا الار 3 الظاهر. حلو الار 3. والله صعب شويه. كيسنج بونس انلوكت. اوكي الحين صار 75% البوست ترجع من الهيلث. يا اخي والله هذا وش تسوي عند المديره؟ يا اخي سامحيها سامحيها في وجهي. خلاص حلينا القضيه يا شباب. لا يمديك تعطي الوردة. الله يخرب بيتك يا أهبل يا ضعيف يا أوه خويته الظاهر هذه ولا إيش؟ لا 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 ما تسويها. You gonna cry والله يا اليابس، أنت دفيتني وطحت. إيش في علي هذا؟ يا شباب يمه الحين لاحقني أنا صح؟ لاحقني أنا صح؟ والله العظيم انه ما ودي اوسخ يدي فيه. وين راح؟ يا وسخ يا جيكر.
يا جيكر شل الموزة حقك. دقيقة خلنا نحاول نطيح هذا الموزة. لا 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 لا. ايوه ايوه ها ضبطت الحركة. لا 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 والله رحنا للمدير. لا والله المدير الحمد لله. كلاس الثاني وين بسرعة. اما برا يا ليل يصيدنا مرة ثالثة. ثالثة المدير ثالثة المدير ثالثة المدير الحمد لله. وين الكلاس هذا ايش اسمه؟ جيم 2. اوكي الجيم ايش كان نحصل من الكلاس؟ والله نسيت. بس الشايب اللي يعطينا المهارات. اوه عندنا كرة سلة الظاهر اليوم. لازم ننزل تحت عشان نبدا الكلاس نبدل. You feckless maggots, we'll be playing dodgeball for the next while. Dodgeball. Ah, dodgeball. How I love the sound of boys crying in the morning. Much like real life, the strongest will prevail. All right, you lazy bums, look alive. Good. محصور الدب. تونا بادين كلاس وانت هذا. اوه وربي فنان هذا. اوكي مربع يعطي باص. لا 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 اقوى يا وسخ اقوى يا اهبل. اوكي دايره اسوي دج. المثلث المثلث ايش يسوي؟ الدايره الدايره نط نط واضرب. يا سلام نط نط واضرب. حلو. لا 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 كيف اتحكم بالثانيين؟ اوكي سويت دج. يا سلام سويت دج بس الدب هذا اصلا محصور ما يقدر اتحرك. اوه ما طلع الدب. يخرب بيت رميتك يا الدب. ارمي زي الناس. اعطيك الكوره. هذا اخر واحد تقريبا. اخر واحد حشرناه اربعه. من كل زاويه في واحد. اللي ينضرب يطلع برا. اوه مثلث مثلث مثلث. هات الكوره ووخر هناك. ايوه. والله حلوه اللعبه اقسم بالله يا شباب انها ممتعه. لا لا لا. كم لاعب منهم؟ انا نلحس مخي ما تدري اللي طلع من الديفنس. يقولك مربع يبدل بين اللاعبين. اوكي اوكي باقي الدب. باقي الدب في الساحه. الله الدب. الله 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 الله. هات الكوره خلاص. اي عطنا. ايوه انقز يا الدب تكفى. اوف صح عليك صح عليك. والله اللعبه حلوه. اول شيء حسيته تحديد ارسال عرفته كرة الطائرة. هلا راسل هلا. اوف لا 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 يا راسل لا لا يا راسل لا. اثنين على واحد. بتساعد خويك يا راسل ولا بتساعدني؟ شوف قبل شوي يقول شو اسمه لا تضرب خوي على اساس انه لابس نفس لبسه ويوم شافني انا جالد معه تركني. يبي فلوس. والله لو اعطيه فلوس استغفر الله ما ودي اقول. بيعبد جيمي. انا قلت استغفر الله ما بقولها. اوكي خلنا نشوف الوظيفه الثانيه. اخروا من الطريق. هلا بدوريه. الدوريه اللي ما خلاني انام في موتره. الله لي عوده. اوه المشن الكريه هذا لسه. يا ليل. يا شباب انا ما بكرر الحلقه الماضيه. اللي ما شاف المشن هذا اتمنى انه يشوف الحلقه الماضيه اذا ما شافها. بس بسكبها لان على نهايتها تاخرت بالوقت. ايوه. تعال 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 وقف يا رجال. السيكل يسرع منه اتوقع هو مش داعس. حليله. اما نو ايش نو هلمت. ما على الهلمت بنلبسه يا ابو الحلال. بس خلنا والله ورانا ديت مواعد يا عزيز الشرطي. تكفى يا اخي مشيها. تكفى مشيها تكفى مشيها. ها بس بنشتري تذكرة. لا لا ادخل 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 بسرعة. عندنا مشن والله عندنا مشن. ليه؟ طيب والبنت جنبي. يا اخي ايش الشرطة اللي ما تفهمون الاوضاع. ودي اختصر يا اخي والله مشن لعبته. لا تقول لي عند المدير. اهم شيء مش عند المدير. اوكي مطلع لي مركز الشرطة. ودنا ساعة كم الحين؟ الساعة 7 اوكي ما. الحمد لله انه ما قدم الوقت كثير الظاهر. اوف ايش العصابة البرتغالية هذه؟ عصابة المدن هذه. خلاص خلاص امزح. هذا تبع السياكل موجود هنا. الجراج حلو. يا سلام. اما رجعنا المدينة الثانية.
والله بتروح علينا الليلة خطوط يا شباب اليوم، كله بسبب الدراجة. أول مرة أسوقها بس خربيتها سريعة يا أخي، وبدي أشوف. صدقوني ما اشترت التذكرة مرة ثانية، التذكرة اللي قبل شوي أسهل لعبة أفوز فيها أتوقع هذه. والله اللعبة صارت تكرش كثير يا شباب، ما أدري هي ملفات اللعبة نفسها مصممة إنها تكرش. توني كنت في الحلقة الأولى كنت أشكيلكم من البوابة حق المدرسة الرئيسية، كان كل شوي يكرش علي. كويس إني سيفت عند المديرة، والله ما أدري وين كنت. أوكي وأخيرا يا شباب جمعت 10 تذاكر سريع سريع كذا، والحين نجي نأخذ لها الدب هذا. الله يا الخرفة. صوت كيف تغير؟ سمبل سمبل ابو من عندنا تخزينه 4 مرات سمبل عندنا. او هذا مش ثاني يا شباب في نفس المكان، هذا التماثيل اللي يبون نكسرها. Look at this. It's just a garden gnome. No, it's not. It's an insult. It's a joke. It's demeaning. I mean, I'll happily have kids laughing. Okay. فهمنا السالفة. ملخص السالفة يا شباب ان هذه إهانات. الجيكرة هذه حاطين لها التماثيل هذه صغيرة ومضايقة منها، فقالت هي راح ادفع لك مجرد ما انك تكسر حوالين المدينة. يا اخي اقسم بالله حوالين المدينة انك تكسر التماثيل هذه. لو تذكرون في البيوت كانت موجودة. دقيقة وش ذا المكان؟ خير ان شاء الله، خير يا شرطي يا رياكشن القوي. اوكي هذا اللايت هاوس اللي قصوا علينا فيه. في سرير ننام فيه؟ ايوه في والله. يا سلام. حلو ماكسيمم اج والويسكي والحركات والبلاوي. ما شاء الله السربته بعد مكتوب ويسكي. ما في اي مشن نقدر ناخذه الا مره بعيد هناك، على بال ما نوصل يكون لاعب نام. فخلونا ننام. ايش يبغى هذا؟ ميك فود دليفريز. اوكي طلبيه كذا جتني. ابشر. حلو والله يمدينا على بال ما نروح حقته. كمان زعلان. دليفري انا الحين ولا اشتغل داخل ولا؟ اعطاني باكج ميك 3 دليفريز. طيب سيكري وينه؟ سيكري كان معي هذاك. عسى الاماكن بس قريبه. اخي يا شباب الفقر. اوكي هذا التوصيل الاول. وش فيك مستانس؟ ترى طلبيتك هذه، هات الفلوس. ما في والله ما في فلوس. هذا تبع السياكل خوينا اللي يبيع لنا السياكل. الطلبيه الثانيه ظهر انها بعيده شوي، بس هذه يا شباب مش من ضمن الوظائف على فكره. هذا جاي يكلمني كذا في الشارع فجاه. هل يمديك تاخذ طلبيتك؟ اوف كويس اني ما ضربته. This what you're looking for? Thanks a lot, Jimmy. أوه يعرف اسمي بعد جيمي سبحان الله. هذيك الجاكر أخويتنا. الحساب كيف؟ خلاص مدفوع يعني؟ معي ساعة على بال ما أوصل أو ساعة ونص أرجع للصف بحيث إنه ما يروح علي. عندي حصة إيش؟ بيولوجي 2. بيولوجي إي حق ال تعال 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 تعال. خلنا ملتي تاسك كذا نكسر هذه. أتوقع هذا من ضمن المشن اللي قبل شوي هذيك القصيرة. لا والله ما يخص الظاهر. هذه مجرد تجميعات. السلام عليكم. ايش؟ ليش فيل؟ يا اخي اقسم بالله يا شباب ما لها داعي. والله عشان الوقفة هذه. يا اخي استغفر الله العظيم الفلوس راحت على. يا اخي وش ذي الحظ يا شباب؟ اخر شخص اوصل له. خلنا نركب الباص بس. والله لا اداوم بال. كويس ما دعمت. يعني لو من اول شخص رفض بقول ما عليه، من اخر شخص وكانت الفلوس بدينا حق المشن والله ما لها داعي يا اخي. ودني الكلاس ودني ودني والله ما اقول لك شيء. ودني الله حظي اقسم بالله. اوكي اعطانا الضفدع هذا صح في المره الماضيه. وش عنده اليوم؟ الله يستر يا رب نمارس يا رب. كومبليت بس بدل ما هالمره فار نثبت الفار. استغفر معليش اللي تتغدى معليش سوي لنا سكيب بحط لك تايم لابس تحت. What's the matter? Don't you like cutting things open?
نسيت اللبس. هزمات اعطاني لبس جديد بنشوفه بعدين، بس خلنا نخزن اول شيء ونضمن الدنيا. يضحك اللبس يا اخي. السبتايتل يا شباب، السبتايتل دائما انساه دائما انساه. عندنا ميوزك 2. اوكي كذا يمكن اغير النشيد الوطني تبع القناه. ما زال نفس اللبس. بلاي الونج وذ سونج ستي تايم. اوكي لعبات هذا. بسم الله ارفع الصوت شوي استطرب. لا ما عجبني. ايه النشبة هذا اللي يبالي نوصل اللايبرين. شوف ما بضغط زر الركض عاد، اكثر من كذا ما اقدر اسوي والله. هذا المشن بس يختبر قوة الصبر عندك بس. ما احد بيتحرش فيك. امشي. كلهم يضحكون اصلا ما احد فاهم. ايوه وخر من الشلق اللي هناك. وخر شوف على اساس انه يضرب. وخر يا اهبل وخر. هذا يضحك وبينجلد. ايه لزقوه في الجدار اقسم بالله. يا اخي وخر من خوي، ودي اشوفه هو يضربه. مش معقول يعني كذا بنتم نصور. خلينا ننهي السلسلة على خير. هذا السبب اللي بيخلينا نوقف السلسلة. أحلى شيء تخلصه وقت الكلاس، يصير المكان فاضي ما في حد يتعرض له ولا شيء. $15 بس عشان وصلناها المسافة. والله ما لهمهم بطأوه ما يركض عشان تحليل الفلوس بس. أحلى سيف بسرعة بعد الكلاس. ليه؟ هو على هذا جلس يبكي مع عقبينه، ما ادري ايش المصيبه سوى. اوكي ضحكناه قبل شوي كان يبكي. طيب خلينا نشوف وضع المشن هذا دامه موجود عندنا. ريس ذا فيل. Hey Pete, where is everybody? Oh Jimmy, it's you. Yeah, guess you want to kill Gary now that he's turned most of school against you and got those rich kids to throw eggs at you. اتفاهم معه بعدين. What's coming to him? What's wrong with you? Nothing. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. Buy shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. تعال يا قلبي نشارك في السباق. سلامات. في سباق ولا تخبرني؟ اي والله من جد. تعال تعال لا تروح علي. اما السيكل الجديد والله شكله فنان. وين اختفى؟ سحب علي والله. المشكلة انه مطلع لي الهيلث حقه. وين رحت يا بيتر؟ ان شاء الله ما شي يجيك في الطريق. بس مسكين زعلان يقول اخوياي ما صدقت بالله اني حصلت اخويا، اللي هو قصده علي انا جيمي والثاني الوسخ هذاك. بعدين صارت بينكم عداوة، هذاك وده يسيطر على المدرسة وطلع سنيك زي الحية يعني افعى، المهم انه فيه مكر. اها في اختصار ثاني جاء من هناك. سحبت علي يا بيتر، فانه زعلان ليش تفرقنا الحين انا والثاني هذاك وصار ما عنده اخويا فجالس الحاله. بشغلهم بخليهم يضحكون وانا بفوز بالسباق. هلا بالجمهور. ما عليكم اللياقه فل. بفوز يا رجال. ما في مستوى. ذكرتني بلعبة السياكل يا أخي. مدري إذا حد منكم شاف المقطع من بداياتي باليوتيوب، كنت ألعب لعبة سياكل، بس هذه كانت مختلفة. مش سباق مع الناس، لا كان الطريق يعني صعب جدا ويكون فيه تحدي زي كذا. ربي ما في مستوى. لازم ننهي السباق كذا بالهجولة. مستحيل في أحد يلعب لعبة سيارات أو سياكل أو دراجات أو أي شيء وينهي السباق كذا سيدة. لازم كم فلوس؟ حلو 15. منظم البطولة راعي السياكل يقول تعال زورني اي وقت وعندي لك هدية. على طول اجيك يا حبيبي. السلام عليكم. اما مشن ثاني بدينا.
You want to get a C-785, then dismantle it and recouple with a 767. Oh, here's the kid who won the race. Hey. You came for your trophy, huh? Yep. Here she is. Beautiful. Molded plastic, covered in aluminum wrap, with your name misspelled on it. Excellent. Great. Look at this. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous. I love it when people know their place in life. Well, your place in life is in my toilet. You trust fund turd? Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it. Come on. Nice trophy. Let me see. Hey, give me that back. Okay, زرفها اوكي. ماشي مشكلة يزرفها بنطلعها من عينه بس اكسرها هنا الغبنة. اوه جاي ساعدني. اما دخل بيتي. تعال ربي جابك ربي جابك. قل دقيقة في شي غلط. في كمين داخل. اشوف 20,000 كلب طلع من البيت. ثواني يا شباب ما يمدينا ندخل. اوكي لازم ننظفهم. اما جاي ساعدني هذا. والله انك وحش لانهم غلطوا علينا احنا الاثنين. الاضاءة هنا سيئة بس ان شاء الله اني ما انسى ارفعها. يلا هني يشوفهم. والله الوحش هذاك الجالد لازم نساعده. دقيقة يا شباب ضربنا مو بسباحة. وينك؟ خلنا نجالد مع بعض. صاير يسبح والله الذيب. يا اخي تعالوا هنا بلا استهبال. انا اشهد انه الخوي الجديد. افا كفو الفزعة كفو. يا ولد انجلت انا والبطاطا المعلق في راسي هذا. ريكي بيموت. ما اشوف شيء. الله يخرب بيت الجو اللي بديت فيه المشن. لا 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 وخر من ركي. الله يخرب بيت. لا لا يا ربع كان انجلدنا. هات الكاس. الله يشيل لك. هات الكاس. بس اقسم بالله انهم وحوش اهل الجاكيتات السوداء هذه. مش فاضي لك من هذا. هذا اللي اخذ. ايوه هذا عشاني وعشان ريكي هذه. والله انجزنا اليوم. اتمنى ان الحلقة نالت اعجابكم يا شباب. اشكر من تسمين القناة وشكر موصول كل من دعمني بلايك كومنت وشير. بس والله تنرفز كثير بسبب الكراشات اللي صايرة. تعال خلنا نخزن قبل يجينا كراش. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.